قال قائد قوات التحالف في العراق الجنرال ستيفن تاونسند إن القوات العراقية ما زالت تعمل على إعادة التموضع استعدادا لدخول الجانب الغربي لمدينة الموصل. وفي تصريحات من بغداد، توقع تاونسند أن تبدأ هذه القوات عملياتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن تتم السيطرة على مدينتي الموصل والرقة خلال الأشهر الستة المقبلة. بعد الاستماع مشاهدينا لتصريح الجنرال تاونسند، نستكمل قراءة التعليقات حول سؤال اليوم. عندما ننتزع عاصمتيهم الموصل وهي العاصمة في العراق والرقة وهي العاصمة في سوريا، فإنهم لن يكون لديهم القدرة على الادعاء بأن لديهم خلافة. هذا لا يعني نهاية داعش، لأنهم سيغيرون من طبيعة انتشارهم. العمليتان جاريتان حاليا، وأعتقد أننا سننتهي منهما خلال الأشهر الستة المقبلة. البنتاغون يتوقع إنهاء داعش في الموصل والرقة خلال الستة شهور المقبلة. كيف سينعكس ذلك على الوضع الأمني في العراق؟ في الفيسبوك، محسن ناهي الشويلي يقول: السياسة الخارجية الأمريكية أخذت منحى جديد في التعامل تجاه التنظيمات الإرهابية، وهذا شيء محسوم لدى قوات التحالف الدولي. أما عن استتباب الأمن، لا أعتقد أنه ستكون المنطقة خالية تماما من التنظيمات الإرهابية، فالمشكلة تكمن في الفكر وليس الإرهابيين فقط، لأن الإرهاب سيتخذ تسمية جديدة تستقطب إرهابيين من نوع آخر. معمر حبيب الزرقاني: أن الانتصارات التي تتحقق ضد داعش في العراق وسوريا سيكون لها انعكاس على الوضع الأمني بشكل واضح ولا مهرب منها، خصوصا وأن داعش سينتهي عسكريا وليس إرهابيا. وهنا يأتي دور المخابرات وصنوف الأمن الداخلي العراقي في كيفية حفظ الأمن والتصدي للهجمات الداعشية الغادرة. عبد الله الطائي: إن الستة شهور التي حددتها وزارة الدفاع الأمريكية هي كحد أقصى لعمليات التحرير، وهذا بحد ذاته انتصار لقوى الاعتدال وأفول للتنظيم المتشدد في بضع شهور لكي تطوى أحلك ليالي مظلمة مر بها العراق والجارة سوريا في التاريخ المعاصر. مؤيد رسول: بلا شك انتهاء داعش بتضحيات وجهود أبطال الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات التحالف الدولي. سيحصل استقرار نسبي في العراق والمنطقة، لكن هذا لا يعني أنه لن يحصل خرق هنا وهناك. المسؤولية ستقع على أهالي تلك المناطق في حفظ مناطقهم بعد التعاون أو أخذ بعدم التعاون أو أخذ موقف المتفرج مع عصابات داعش الإرهابية، وعليهم بأخذ الدرس من الماضي. في تويتر، رشا الكبيسي تقول: الوضع الأمني بالعراق مرتبط بالسياسيين، فإذا كان هناك خلاف بينهم فسيكون الوضع الأمني متأزم، لأنهم يؤذون بعضهم بعض من خلال المواطن. إسراء بهجت: مشكلتنا بالعراق قبل أن تكون أمنية هي سياسية. إذا اتفقوا أساسا بلا شك ستكون مرحلة آمنة، وإذا لا نرجع لمربع الصفر. عمار: داعش ستهزم في الموصل حتما، وسوف يطرد كل من الأراضي العراقية، لكن عملهم المقبل هو العودة إلى الخلايا النائمة وتنفيذ التفجيرات. إبراهيم الشاهد: طالما يغيب الاستقرار السياسي والبناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة، فإن الوضع الأمني سيبقى مرتبكا وغير مستقر.